بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن درس بسيط عن العناية بالأم الحامل والطفل الرضيع. طبعا يعتبر الحمل مرحلة مهمة من حياة المرأة، وتحتاج هذه الفترة إلى رعاية خاصة. طبعا يجب على الحامل أن يعني تعرض نفسها على أخصائي الأسنان، وأن تستمر يعني بالمراجعة لفترات منتظمة إلى نهاية الوضع، وأيضا تستشير طبيبها بخصوص تناول الفيتامينات والمواد الأخرى مثل الفلوريد ومواد أخرى مهمة جدا لجسم الحامل. في هذه النقطة راح نتكلم عن يعني من الناحية السنية بشكل عام، فيجب يعني العناية الشاملة والكاملة في أسنان يعني بأسنان الحامل ابتداء، وثانيا الاهتمام في أسنان أيضا الجنين. العناية بأسنان الحامل في بعض الاعتقادات الخاطئة راح نتكلم عنها. هناك يعني اعتقاد خاطئ بأن يعني الأم تفقد سن مع كل مرة يحصل فيها الحمل، ويعني يتساءل الكثير ويقول فهل هذا الكلام يعني مثلا صحيح أو بشكل عام. طبعا لا توجد علاقة بين الحمل وفقدان الأسنان، ولكن السبب هو أهمال نظافة الفم والأسنان في تلك الفترة. وأيضا من المهم الحامل يجب عليها أن يعني تهتم في جانب من جوانب مثل القيء المصحوب بالأحماض، يعني مصحوب مواد من عصارات المعدة، وأيضا جانب التغذية ونوعية الغذاء أثناء فترة الحمل وفترة الوحام في أول شهرين في فترة الحمل. من المهم جدا الاهتمام في هذا الموضوع. أيضا من المهم الاهتمام في تسوس الأسنان، وجانب أيضا من الجوانب الأخرى مثل تغيير رائحة الفم أو التهاب اللثة. وأيضا يجب أن تبدأ يعني العناية بالأسنان الحامل قبل يعني التفكير قبل فعل أي نوع من أنواع العمليات الفمية. وننصحكم يعني يجب يعني أن تبدأ المرأة بشكل عام الاهتمام في الأسنان قبل حدوث الحمل. يعني لو مثلا حدث مثلا تورم في اللثة أو أي خلل في الفم بشكل عام، قد يضر نفسية الحامل بعد الحمل. لهذا يجب يعني الاهتمام بالأمراض اللثة قبل الحمل ومعالجتها، وبعدها يتم التفكير في وقت معين للحمل بدون أي أمراض أو أعراض جانبية موجودة في الفم أو الأسنان أو اللثة. ويجب عليها أيضا مراجعة طبيب الأسنان لإجراء يعني فحص شامل للفم، يعني أيضا للاكتشاف حالات أيضا التسوس المتقدمة أو المتأخرة. أيضا يعني الفحص أمراض اللثة بأنواعها وعلاجها قبل حدوث الحمل مثل ما تكلمنا، لتجنب أي إجراءات مثلا سنية واسعة في فترة الحمل، لأنها مضرة جدا 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 للحامل. أيضا أن شعور يعني بالألم أو الخوف يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمون الإدرينالين،
طبعا هذا الهرمون الذي يعني يؤثر بدوره بشكل عام، اذا مثلا عند المرأة تسوس في الأسنان وحست بالألم قد يفرز هذا الهرمون، وقد تحصل أمراض كثيرة وأعراض كثيرة مضرة للحامل مثل عضلات جدار الرحم، قد يؤدي إلى أنها يعني تنقبض. أيضا لذلك فإن يعني علاج الآلام الطارئة ضروري، وأيضا يعني لكن بعد استشارة طبيب النساء بحد ذاته، ويجب على طبيب يعني النساء أخذ رخصة على إجراء بعض العلاجات واتخاذ مجموعة يعني من الاحتياطات في العيادة السنية بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحريبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. في أمان الله.